تسلط الميليشيات الحوثية على رقاب اليمنيين بلغ مبلغا عظيما، حيث منعت إحدى النساء من إعادة تشييد ولو جزء يسير من منزلها المدمر في حي القاسمي بصنعاء القديمة كي يقيها زمهرير الشتاء القارس وتكمل فيه بقية عمرها مستورة الحال دون استجداء لأحد. بل على العكس من ذلك، أدارت لها الميليشيات ظهرها كغيرها من آلاف الحالات، ولم تكترث لعيشهم في العراء مع ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة بشكل غير معقول. لما جيت الآن أشي أبني، أشي أدور من أين، ما هو، كيف هالدولة تركتنا، ما عبش دولة قالوا، صرنا أمانة العاصمة قالوا ما بش ما يأكلوا، منين الدولة نائجة، صرنا المديرية قال مدير المديرية ما بش مع ألف ريال في جيب النتيلة، جينا هنا المجالس المحلية قالوا دوري من أهل الله من أهل الخير من يعمر لش، جينا عنعمر بدأنا بالبلوك، قال لك مدير التفتيش في الهيئة ونائب رئيس الهيئة إن البلوك هذا جريمة، قال لك إن البلوك جريمة، نسينا أكبر جريمة إنني الآن مشردة هنا وجهاني. المرأة هذه طفح كيلها من التنقل في بيوت الإيجار في ظل عدم توفر مصدر دخل ثابت، ولم يعد أمامها سوى إعمار منزلها بعد المرارة التي تجرعتها في بيوت الإيجار وحالة الانتقائية في التعويض من قبل ميليشيات لا تجيد سوى الخراب والدمار. دحين أنا مطالبة إما يخلوني وقولتهم عمر كيف ما جاء أصمنا وجهالي لواتي هاتني كلارسو هنتني، ومن جاء خرف فوقينا وجهالي أنا راضي أموت بشرف وكرامة ولا أموت في بيوت الناس مدردحة وهم بيدوها لمن اشتوا يعمروا لمن اشتوا يعوضوا من اشتوا. في مقابل عدم مد يد العون لهذه المرأة وأطفالها، تريد الميليشيات الحوثية أن تصبح هذه الأرض أثرا بعد عين للمتاجرة بها في المحافل الخارجية على ما يبدو بهدف الإثراء والتكسب غير المشروع من مساعدات المنظمات الإغاثية والمانحين التي لا تصل إلى المحتاجين وتسرقها الميليشيات من أفواه الجياع. هذه المرأة أنموذج للكثير من المغلوبين على أمرهم بفعل صلف الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي جعلت فيها المواطن وأملاكه ورقة للتربح السياسي وجردتهم من حق التصرف في أملاكهم وجعلت منها وقفا وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة ومشرفيها الذي فاق فسادهم كل التصورات.